فارمينج دول لينكس. مساء الخير، ده فيديو تاني عن دول لينكس. بنتكلم عن تفاصيل اللعبه. المره دي مش هنتكلم عن تفاصيل كتير، هنتكلم بس عن الفارمينج بتاعه السكيلز. ايه الفارمينج بتاعه السكيلز؟ الاول السكيلز نفسها احنا عارفينها، هي اللي موجوده في السكيل ليست هنا. هي باختصار حاجه انت بتستخدمها في الدور غير الورق بتاعك. يعني مثلا ايه ده، عايزين حاجه ابسط من كده شويه. لايف بوست، لايف بوست الفا مثلا، ده بيزود نقط حياتك 1000، فبدل ما تبتدي ب 4000 بتبتدي ب 5000. دي السكيل ببساطه. يا اما بتجيبها من هنا، يعني مثلا كل ما تليفل اب هنا ليفل 4 فتحنا مثلا اللي هي سايكيك فيجن، في ليفل 10 في سكيل تانية مثلا تتفتح اللي هي درو سنس دارك، وهكذا. يا اما بتجيبها من ايفنت معين او باكشن معين، يا اما تجيبها من دروب. ايه بقى الدروب ده؟ الدروب ده باختصار ان انت بتلعب، يا اما بتلعب ناس في الرانك دول، يا اما بتلعب ناس في الجيت، بتلعب ليجندري دولست في الجيت. لو انت بتلعب ليجندري دولست يفضل تلعب ليجندري دولست ليفل 40، تلعب اعلى ليفل وتخلي الريورد في 3، عشان انت محتاج تعدي ال 8000 اسسمنت. محتاج تعدي تخلي اسسمنت بتاعك في اخر الدول معدي 8000. لما بتلعب كده كذا مره بيبقى في احتماليه ان يبقى في دروب لسكيل من السكيلز اللي انت عايزها. فاول طريقه زي ما قلنا ان انت تلعب قدام الليجندري دولست جوه الجيت، ساعتها هتختار اعلى ليفل او ليفل 30. بس لو ليفل 30 هتحتاج تلعب اكتر، الفرص شويه بتقل، فانت هتحتاج الافضل يعني تلعب ليفل 40، تختار ديك قويه تعرف تكسب بيها بسرعه، لان انت هتلعب كتير لغايه يتعمل لك دروب للسكيل. مش تلعب مره ولا مرتين، هتلعب كذا مره. فانت لو محتاج سكيل معينه، اول حاجه هتجيب الكاركتر اللي انت عايز تلعب بيه عشان ينزل السكيل دي. تاني حاجه هتخش على الجيت، هتختار ليفل 40، تختار مالتي بلاير 3، وتفضل تلعب كتير لحد ما السكيل دي تعملها دروب. طيب لو انت بقى بتلعب في الرانك دولز، يعني انت لو بتلعب حد اونلاين، لو بتلعب حد اونلاين عندك احتمالين، يا اما تلعب بديك او تي كي على طول بتخلص الدور، بتكسب اول دور، زي مثلا سايبر دراجون عنده كايميرا تيك رامبيج دراجون على طول، من اول لو انت تاني او تالت دور بتكسب الماتش على طول، تكسب الدور على طول وتخلص. او انك تلعب بديك بتخسرك، بديك بتخسرك على طول. دي فايدتها ايه؟ ان انت مش بتقعد كتير في الدور، ولو في البونص كامبين موجوده ان هي بتديك اسسمنت اعلى، دي هتبقى مفيده. بتبقى ديك عباره عن ايه مثلا اللي ممكن تخسر بيها؟ اسمها سوسايد ديك. تبقى ديك مليانه كروت بتنقصك 1000 نقطه، زي مثلا كوزميك سايكلون، فكوزميك سايكلون كتير، ومثلا دايس فون. دايس فون اللي هو كارت من ضمن يعني الافكت بتاعه، ان لو طلع بترمي زهره ولو طلع الافكت واحد او سته انت بتنقص 1000 نقطه. حاجات كتير من اللي بتنقصك 1000 نقطه. وفي كارت اسمه طبعا ديستراكشن اوف ديستني، انك بتديسكارد لك كروت من الديك بتاعتك المقبره وبتنقص 1000 نقطه على كل كارت سبيل او تراب موجود. فانت بتعمل ديك كلها سبيل او تراب، وبالطريقه دي خلاص تقريبا انت بتخسر في اول او تاني دور. ليه بتعمل كده؟ بتعمل كده عشان انت عايز تخلص، مش عايز تفضل قاعد بتلعب كتير، مش بتاخد وقت، مش عايز تكسب الدور قوي، انت عايز تخلصه عشان من الاسسمنت بتاعك تلعب الدور اللي بعده واللي بعده، ويبتدي يحصل لك الدروب للسكيل اللي انت عايزه. فهي ما فيهاش كلام كتير يتعمل، يا اما هتكسب اول دور على طول فتلحق تلعب الدور اللي بعده، يا اما تخسر اول دور على طول فتلحق تلعب الدور اللي بعده. في ويب سايت اسمه دول لينكس ميتا، هتخش تشوف السكيلز، تشوف ايه اللي منها ممكن يتعمل له فارمنج، ايه اللي هو دروب ريورد، وايه الحاجات اللي لا ما بتطلعش مثلا الا بالليفل اب، او الحاجات اللي بتيجي بايفنت معين زي ما قلنا هنا في الميشن مثلا. تعال نخش على الميشنز ونروح على سبيشال ونشوف دي السكيل دي مثلا. السكيل دي عشان تيجي اللي هي سايلنت دولست اللي بتروح يوجي، لازم عشان نعملها لازم نكسب او تكسب دور قدام يامي يوجي وانت بتلعب بيوجي موتو. لما تعمل تكسب بالكونديشن ده هيطلع لك السكيل دي. سكيلز كتيره ممكن تلاقيها هنا تكسبها بالطريقه دي. فانت عندك ثلاث حاجات، يا اما في ميشن سبيشال زي دي، يا اما ليفل اب الكاركتر، يا اما بالدروبنج زي ما قلنا. حاجه من الحاجات دي هي اللي ممكن تجيب بيها السكيل، وانت لو هتفارم سكيل دي معناها ان السكيل انت محتاجها قوي. في حاجه ثانيه كمان مهمه نسيت اقولها بس قلناها الفيديو اللي فات، اللي هو التريدر. انت ممكن تخش عند التريدر هنا وتقول له انا عايز ابدل سكيل من السكيل. طبعا زي ما قلنا قبل كده كل ما بتخش انا عندي احتماليات كتير قوي ان هي تطلع، انت مش عارف، بس بتدفع كتير، بتدفع 100 والماكسيمم بتاعك 300. يفضل ما تجمعش ال 300 دول لاخرهم وتسيبهم، لان هما بيكسبايروا، وكل ما تيجي تاخد شيبس من حاجات السكيل دي تاني بتروح خالص، ما بتفضلش حتى في البوكس. لو عملت لها يقول لك مش هينفع تروح وتختفي.
فممكن تبدل كده كل شويه بالكاركترز اللي انت عايزها. بس كده مفيش كلام كتير عن السكيلز اعتقد اكتر من كده. فده كان الفيديو، يا ريت لو تعمل لايك سبسكرايب شير فيسبوك ويوتيوب والحاجات دي، ولو حد عنده سؤال تاني في اللعبه يا ريت برضو يقولوا، ممكن اعمل فيديو عنه على طول. بيتهيألي ممكن فيديو تاني نتكلم بقى عن الجيمز وطريقة تجميع الجيمز، أحسن طريقة ممكن تجمع بيها الجيمز على طول.